رساله اعياد الميلاد دائما السلام والجميع يقول يريد السلام ولكن كيف اذا كان هناك اناس لا يريدون السلام وكيف يمكن التفاوض معهم والاساس هو هل نريد سلاما الاغلبيه ستقول نعم ومن يقول لا هو المشكله انا مواطن بريطاني منذ اكثر من عشر سنوات واقوم بوظيفتي وادفع ضرائبي والشعور السيء بالنسبه لي هو ان الضريبه التي ادفعها تذهب للحكومه الاسرائيليه هذه الحكومه التي ترتكب مجازر في غزه اطفال ونساء يموتون من الممكن ان نحتفل باعياد الميلاد ولكن رجاء فكروا فيما يحدث للفلسطينيين وكيف نستطيع حمايتهم سواء عبر التظاهرات او التبرعات ونعلم ان حياتهم في خطر من اجل بلدهم رأيي هو أن في فترة أعياد الميلاد علينا تذكر الفلسطينيين وأنا هنا لست ضد أي كان ولكنني مع السلام وننتظر العدالة للفلسطينيين قتل أكثر من عشرين ألف شخص في غزة والدول الغنية لحدود ساعة أغلقوا عينهم هذا غير مقبول والعديد من الناس قد يتفقون معي بأنه علينا أن ندين هذه الإبادة الجماعية نحن في دولة متحضرة ونحتاج العدالة